خليني بقى أروح مع حضراتكم ونتكلم في الموضوع الأساسي اللي طبعا ناس كتيرة بقالها أكتر من أسبوعين بتتكلم في هذا الموضوع. يعني هل إحنا معانا صفقات جديدة؟ هل إحنا ما معناش صفقات جديدة؟ طب هل أسماء معينة بتنضم للنادي الأهلي؟ هل الأسماء دي مش هتنضم للنادي الأهلي؟ لا، خليني أقول لحضراتكم، إحنا دايما لما بنيجي نقول حاجة أو معلومة عن الفريق ممكن نكون عارفينها بالمناسبة. يعني ممكن أنا أكون عارفة معلومة قبل الجماهير أو قبل الناس بشوية بموجب إن إحنا بنتعامل أو بنشتغل في النادي الأهلي، فطبيعي إحنا بنتكلم يبقى عندنا برضو بعض المعلومات وغيره، لكن ما كناش عمرنا نطلع نتكلم. فلما يجي المصدر هو اللي يتحدث ساعتها انت بتتكلم وبيبقى مصدر موثوق في الوقت بقى اللي هو بيختاره طبعا النادي وبيشوف ان هو مناسب ان هو يعلن عليه. خلاص احنا بنتكلم زي ما حضراتكم تابعتوا في الساعات الماضية بشكل رسمي انضمام امام عاشور لاعب طبعا ماتلاند الدنماركي لصفوف الفريق الاول لكرة القدم لمدة 5 سنوات قادمة. انت بتتكلم ان شاء الله لغاية 2025. امام عاشور عنده 25 سنة، خط وسط اكثر من رائع. فانت كده بتتكلم انت عندك في الاهلي عندك السوليه، عندك ديانج، عندك مروان عطيه، عندك امام عاشور، وعندك طبعا غيرهم من اللي تصعدوا، لكن انت كده تقدر تقول بجد خط وسط الاهلي اكثر من رائع يعني. ولسه ان شاء الله. وشهدت كمان خليني اقول لكم الساعات اللي فاتت انهاء كافه الامور بقى الاداريه والماليه الخاصه بالانتقال الخاص للاعب. على كل حال بالتوفيق امام عاشور. احنا لما بينضم لينا اي عنصر بيبقى خلاص مكتوب اسمه مع النادي الاهلي، اكيد بيبقى عندنا فيه ثقه، اكيد بننتظر منه كتير جدا، نتمنى تكون اضافه كبيره ان شاء الله للنادي الاهلي. خلينا نروح نقابل او نتعرف اكتر على امام عاشور من خلال التقرير ده. Cannot see a ghost until he decides to reveal himself. ده بيكون زي مش اعلان، زي تيزر كده بيتعمل علشان اللي جاي، يعني زي حاجه بتبقى البدايه بس لكامبين جايه او كاعلان بعد كده صادر جاي. ف يعني الايام اللي جايه اكيد هتشهد العديد من الاخبار اللي اكيد هنطلعها على حضراتكم، حتى لو مش عصر الصبح في الاهلي هيكون على مدار يعني قناه الاهلي والبرامج والزملاء اللي معانا المختلفين. لكن تاني هنرجع نقول يمكن ده كان حديث فعلا الساعه امبارح تحديدا، وبقالنا فترة طويلة جدا بنتكلم في ده، وعديد طبعا من الإعلاميين الزملاء اللي طلعوا وكانوا عايزين يعملوا سبق بهذا الخبر وطلعوا أعلنوا عن هذه الصفقة بطريقة ما. أوقات بيبقى في إعلان قبل ما النادي الأهلي أو صاحب المصدر يعلن يعني الأمر وبيبقى صح، وأوقات بتكون غلط، وفي أغلب الأحيان يعني بتكون غلط. لكن تاني عشان ناس كتيرة كانت بتسألنا، إحنا بنلتزم وبنكون منتظرين الإعلان الرسمي والتصريح الرسمي من النادي الأهلي، لأن إحنا تابعين لكيان، إحنا مش بنتكلم من أفكارنا إحنا أو من آرائنا إحنا، لازم نكون ملتزمين بالمصدر اللي هو الرسمي. فتاني هنرجع نقول كل التوفيق إن شاء الله لإمام عاشور، وكل التوفيق كمان لكل اللعيبة.